2012-2013 موسم استثنائي لطائرة النادي الرياضي صفاقسي بكل المقاييس، أربع ألقاب كاملة وشح بها فريق عاصمة الجنوب سجله، ثنائي البطولة والكأس في الدوري التونسي، البطولة العربية والبطولة الإفريقية التي مثلت تأشيرة عبور الطائرة الصفاقسية إلى البرازيل، مهد كرة الطائرة في العالم للمشاركة في بطولة العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخ النادي بعد سنة 1989. بعد رباعية تاريخية للنادي الرياضي الصفاقسي، نهار 12 أكتوبر يسافر البرازيل مشاركة في بطولة العالم للأندية. بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح، إن شاء الله النادي مش يسافر للبرازيل للمرة الثانية، لأن المرة الأولى كانت عام 89، وهذا يعني شرف كبير للنادي الصفاقسي وشرف كبير للنادي التونسي يمثل القارة الإفريقية. إن شاء الله نكونوا في المستوى، لو أن الفرق اللي ماشي نتبارى معها يعني قوية شوية، فريق الروسي، الفريق البرازيلي، فما الفريق الدومينيكي ما عندناش فكر عليها، ما إن شاء الله في الأيام القادمة نحاول نتعرف على المستوى نتاعو. إن شاء الله نحاولوا نواصلوا المسيرة اللي بداوها رجال نحبوا نشكروهم، معناتها اللي كانوا سبب في وجود الكرة الطائرة في صفاقس، والنادي الصفاقسي إن شاء الله بحول الله ديما يكون في المواد ويشرف في المشاركة هذه أفريقيا والحاجة وتونس والنادي الصفاقسي. إن شاء الله نكونوا في المستوى ونشرفوا الكرة الطائرة التونسية، وتكون لنا زاد أحسن تحضير باش نعملوا تأكيد على الموسم الاستثنائي اللي عديناه الموسم اللي فات. إن شاء الله الموسم هذا كيف كيف، إن شاء الله النادي الصفاقسي ديما في القمة ويحقق الألقاب. إن شاء الله نكونوا في المستوى اللي تستنى فيه الفرق التونسية والجماهير نتاع نادي الرياضي الصفاقسي، وإن شاء الله نقدموا مردود طيب. إن شاء الله إن شاء الله نكونوا حاضرين باش معناتها نهزوا راية تونس وراية الكرة الطائرة الإفريقية بصفة عامة، بعد نادي الإفريقي في الثمانينات اللي هو في التسعينات شاركت في البطولة العالمية الثانية نادي الصفاقسي. إن شاء الله تكون بالنسبة لنادي الصفاقسي أول مشاركة، وإن شاء الله تكون مشاركة إيجابية وفي نفس الوقت مشاركة تحضيرات بطولة يعني بطولة تونس. إن شاء الله الفائدة في المشاركة مش مهم النتيجة، المهم نقدموا مردود طيب ونشرفوا بلادنا. رغم وجوده في مجموعة نارية تضم أعطى الفرق العالمية على غرار صدى كروزيرو البرازيلي، لوكوموتيف الروسي، ورومانا الدومينيكي، إلا أن أبناء المدرب حمادي القرقني عاقدين العزم على تشريف كرة الطائرة التونسية رغم صعوبة المهمة، لكن يبقى المهم من هذه الدورة هو اكتساب مزيد من الخبرة وتتويج مسيرة بعض اللاعبين الكبار على غرار سمير السلامي ونور الدين حفيظ وغيرهم. في المقابل تعتبر بطولة العالم للأندية خير بداية لعدة لاعبين مثل إسماعيل معلا والواتي والبقية. بشوف حظوظ النادي الرياضي الصفاقسي خصوصا في ظل وجود أندية كبيرة على غرار الأكيب متاع إيطاليا، روسيا، البرازيل. صحيح المستوى في كرة الطائرة فما فرق معناتها بين البلدان الأمريكية والأوروبية بارابور احنا واسيا، فرق كبير ياسر معناتها في المستوى سورتو المستوى البدني والكومبيتيسيون اللي يلعبوا فيها. دونك ان شاء الله نكونوا نشرفوا سورتو البول نتاعنا فيها الفريق البرازيلي اللي هو يمثل 70% و80% منتخب برازيلي، هو مع غني عن التعريف على المستوى العالمي، وروسيا كيف كيف زاد مازال روسيا كيخذت الكوب دوروب دي ناسيون وشامبيون اولمبيك، دونك هي اللي توا الدومين الفوليبول في العالم. مجموعة صعيبة برشا، إن شاء الله نكونوا نقدموا مردود مشرف على الأقل، ما نقولوش باش نفوزوا ببطولة العالم، لكن على الأقل إن شاء الله نشرفوا الكرة الطائرة العربية والإفريقية. هذه شونس انترناسيونال بالي كيما كأس العالم كيما الألعاب الأولمبية، بالي باش تلقى فيهم أقوى الفرق في العالم، أقوى اللاعبين اللي موجودين في الساحة العالمية. نادي الرياضي الصفاقسي احنا ماشيين كما تعرف معناتها ما نكذبوش على رواحنا، المستوى نتاع الكره الطايره التونسيه والافريقيه معروف، ماشيين باش نحافظوا على معناتها اسامينا واسامي الكولور نتاع نادي الرياضي الصفاقسي. بطولة العالم للأندية بالبرازيل اقترنت ببطولة العالم للكرة الطائرة أقل من 23 سنة بالبرازيل، بالإضافة إلى البطولة الإفريقية المقامة مؤخرا بسوسة، هذا ما جعل تحضيرات النادي الرياضي الصفاقسي تكون عادية.
حمد القرقني عمل برشا يظهر لي على خبرة نور الدين حفيظ، خبرة السلامي اللي تبارك الله خبرة العمر وخبرة خبرتهم مع الأندية ومع المنتخب الوطني التونسي، ينجموا كمان معناتها يظهروا وجه مشرف لكرة الطائرة التونسية في البرازيل. شوف هذه نقطة كبيرة ياسر، وبرشا ناس يتكلموا مثلا يقول لك نور الدين حفيظ 40 سنة ويلعب سمير السلامي، أنا نقول هذول الناس يكثر خيرهم، وهذول ما عمل حتى واحد عليهم مزية، نور الدين حفيظ ولا قبل خالد بالعيد ولا مروان الفهري، هذول الناس وصلوا لعمرهم 38 و40 و37 سنة قاعدين يتمرنوا، وأنا نشوف فيهم يعني يتمرنوا باجتهاد، يعني مواظبين على التمرين نتاعهم، ما بعد التمرين مهم جدا، يعني الريكوبيراسيون اللي بعد التمرين، هم الناس يعرفوا وقتاش يركضوا ويعرفوا شياكلوا يعرفوا وين يمشيوا. انا اقول ان شاء الله ان شاء الله نفيقوا شويه احنا كمدربين واداريين في تونس كامله، ونعطيوا عنايه كبيره للشبان نتاعنا باش اللاعب الصغير يطول، خاطر القاعده هذه موجوده في كل العالم، في الانديه الايطاليه في الانديه الروسيه لاعب يوصل 35 36 ومازال يعطي الفريق ويعطي للمنتخب. والله بالنسبه للافكتيف كما تشوف انت الاولاد كلهم موجودين، بون عندنا سليم شكيلي عنده اصابه في القدم نتاع ساقه اللي حتمت عليه راحه وباش يعمل فحوصات طبيه. بالنسبه للجروب اللي باش يشارك المدرب هو اللي باش يقرر بطبيعه الحال، باش نعطيه اللي نعرف اللي احنا حابين نعطيه فرصه للاعبين الشبان اللي كيما تشوف تويكا هذا كيما نور الدين حفيظ 40 سنه، كيما تشوف تلقى سي الواتي عمره 17 سنه، معناتها حوايج باهين. هذيك هي معناتها بالنسبه لي انا الفتره الانتقاليه، معناتها في الفرق الكبيره يلزمها، ما عمرك ما تجي الجمعيه تعطيها الوليدات صغار وتحط لهم مسؤوليه على كتافهم اللي تصعب عليهم، ولا قدر الله معناتها ينجموا تصير مشاكل الفريق، معناتها في يلعبوا على البلاي اوت ولا حاجه. بعد موسم متميز للنادي الرياضي الصفاقسي على كل الاصعده، ابناء عاصمه الجنوب يضربون موعد مع التاريخ في البرازيل لتكون الطائره الصفاقسيه سفيره تونس والعرب وافريقيا في المحافل الدوليه وتحت مجهر ابرز الملاحظين في اللعبه. فحظ سعيد للنادي الرياضي الصفاقسي.